صداها أرودانا. في تمام الساعة 11:43 ظهر يوم الأحد 7 شباط 1999، اتشحت المملكة بالسواد، نكست الأعلام، وأعلن الشعب الحداد أياماً طوال تلقياً لفاجعة وفاة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. ليلة حالكة عاشتها المملكة آنذاك، فبرحيل ملك القلوب بكت الأرض وكل من عليها، أما قلوبنا فكان بكاؤها نزيف دماء لا دموع. ولد جلالة المغفور له الحسين في 14 تشرين الثاني 1935 لوالده الأمير طلال بن عبد الله ووالدته الأميرة زين الشرف. في 21 تموز 1951 استشهد الملك عبد الله الأول في المسجد الأقصى المبارك أثناء تأديته صلاة الجمعة، وكان بصحبته آنذاك أكبر أحفاده الأمير الحسين. من أصعب المواقف اللي جابتها في بدايات هذه الرحلة هي وقوفي لجانب الجد المؤسس على بوابة المسجد الأقصى المبارك، تلك اللحظات اللي تغير فيها كل شيء بالنسبة لي. بعد استشهاد جلالة الملك المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن الحسين، نودي بولي عهده الأمير طلال ملكاً، وخلال فترة حكمه القصيرة تمكن من وضع دستور البلاد. المرض الذي ألم بجلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله لم يمكنه من مواصلة أداء مهامه الدستورية، فشكل مجلس وصاية على العرش إلى حين اعتلاء ولي عهده الأمير الحسين بن طلال رسمياً في 2 أيار 1952. أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. كثيرة هي إنجازات الحسين، وكان تعريب قيادة الجيش 1956 أبرزها، فقد وضع جلالته أمر جعل قيادة الجيش عربية أردنية نصب عينيه، فقد كان لجلالته قلب ينبض باسم العروبة، فاستغنى عن خدمات جون كلوب قائد الجيش البريطاني، منفذاً بذلك رؤيته الثاقبة للمستقبل بالنفع العائد للأمة. أيها الضباط والجنود البواسل، أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطاً وحرساً وجنوداً، وبعد فقد رأينا نفعاً لجيشنا وخدمةً لبلدنا ووطننا أن نجري بعضاً من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها. وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة. ومن المراحل التاريخية المهمة التي سطرت تاريخ هذا الوطن 1968 معركة الكرامة، فقد حقق جيشنا العربي الأردني بتوجيهات جلالة الملك الراحل أول انتصار عربي على الجيش الصهيوني بعد هزيمة حزيران 1967، محطماً بذلك أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ومسطراً تاريخاً لا ينسى بحروف مشكلة بالكرامة. في فجر ذلك اليوم مشى الصلف والغرور في ألوية من الحديد ومواكب من النار، وكانت الأسود تربض في الجنبات
على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن، وتفجر زئير الأسود في وجه المد الأسود. الله أكبر. إن حياتي ملك لشعبي، إنني أبذل كل ما في وسعي لكي تجد الأجيال القادمة ظروفاً حياتية أفضل من ظروفنا. كيف أستطيع أن أكون ملكاً صالحاً خيراً مثالياً إذا كنت لا أعرف رعاياي جيداً؟ هذا بعض مما قاله جلالة الملك الذي لا يرحل عن أفئدتنا فترة توليه حكم مملكة استبشرت بقدومه بزوغ فجر جديد، فكانت 5 عقود ينقصها 3 أعوام تفيض بحب الله والوطن، حاملاً على عاتقه هم الأمة. رحل الحسين بن طلال إلى جوار ربه، لكنه باق في قلوبنا لا يموت، فعرفناه شاباً نذر نفسه للأمة. مليكنا الراحل، الأردن بخير ونحن بخير، وشبلك أدى الأمانة تماماً كما أديتها من قبله، وورث من صفاتك كل حسن، فما فيك سوى الحسن. شعبك ينام مطمئناً، ليس خائفاً من غد مظلم. كيف له أن يخاف من يعيش في كنف عبد الله بن الحسين بن طلال؟ فعرين الأسود لا ينجب إلا أشبالاً، فهذا الشبل من ذاك الأسد. رحم الله ملك القلوب، وأدام الله لنا ملكاً تحبه القلوب. يرحم امك محمد يا رب، يا رب ربيتنا يا رب بعدي يا رب.